اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر والعاجل من ايميل شي اللي خلي مدلت مجهودات جباره لرجال السلطه المحليه باش انهم يسرحوا الطريق بقياده قائد المنطقه. ونشوفوا متابعي قناه شوف تي في شنو وقع في هذا الاثناء بانها كانت واقفه، لكن في هذا الاثناء يعني كنشوفوا واحد المجهودات اللي هي جد جباره من قائد المنطقه وايضا رجال السلطه المحليه من اعوان و باشوات وايضا رجال الدرك الملكي والقوات المساعده اللي في هذا الاثناء كيسهلوا ماموريات الطريق مستعملي الطريق. وهنا في هذا الاثناء متابعي قناه شوف تي في اقول واجدد قولي الله يعوضهم خير لمجموعه من فلاحي المنطقه اللي في الحقيقه متابعي قناه شوف تي في انهم تضروا بزاف من خلال التبروري والتساقطات الاخيره يعني اللي كانت البارحه واللي شهدت يعني حجم كبير ديال التبروري، وزيد على ذلك التساقطات المطريه كانت يعني مهمه انتفعت فيها يعني مجموعه من الوديان وسدود المنطقه، لكن فلاحو المنطقه تأزموا بزاف جراء يعني تبروري اللي طاع على مجموعه من المحاصيل الزراعيه ديالهم اللي هي التفاح، يعني مجموعه من المزارع متابعي قناه شوف تي في ديال التفاح اللي هما يعني تعرضوا للخسران فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لكن هذا يعني هذا هو يعني اعتذار تام. وكذلك متابعي قناه شوف تي في يعني رغم يعني الضعف يعني شبكه الانترنت في ايميل شيل الا وفي هذا الاثناء متابعي قناه شوف تي في نرى وقوفا جانبا بجانب رجال القوات المساعده وايضا قائد المنطقه قائد قياده ايميل شيل واعوان السلطه اللي بالحقيقه يسهلون ماموريه مستعملي الطريق. فنحيي عاليا ايضا حتى الرجال السلطه الخادمين اللي بغينا مثل هذه المواقف اننا نشوفهم يعني وقفه رجل واحد. ورجوعا متابعي قناه شوف تي في ايضا لمزارع التفاح اللي في الحقيقه تضررت بزاف، لكن للاسف الشديد واش الطريق الرابطه بين ايميل شيل والريش هذه اخويا محمد عشاب بالنسبه لهذه وسط منطقه ايميل شيل، يعني الطريق كلها تقريبا اللي كانت يعني من مدينه الريش الى المؤديه الى ايميل شيل كلها مكرفصه، وايضا حتى بالنسبه للجرافع وكذلك حتى الجبال اللي كانت يعني الطريق كلها كنشوف بان الجبال يعني كيسيخوا. في هذه الاثناء يعني وسط المنطقه كنشوفوا بان الطريق وكذلك حبسات على مجموعه من مستعملي الطريق، لكن كيف ما قلنا وقوفا بجانب رجال السلطه المحليه وايضا القوات المساعده ايضا وكذلك رجال الدرك الملكي اللي كانوا هنا وكذلك باش انهم يسهلوا ماموريات مستعملي الطريق. الطريق يعني مؤديه وكذلك حتى الاغباله اي تسخمان. فدائما اجدد شكري والف تحيه لكل خدوم لمدن وقرى المملكه المغربيه العلويه الشريفه. وكيف ما كتلاحظوا ايضا نساء ورجال هذه المنطقه اللي في الحقيقه متابعي قناه شوف تي في يتاسفن كثيرا على مجموعه من منتخبي المدينه او منتخبي اقليم ميدلت اللي في الحقيقه متابعي قناه شوف تي في اننا كنشوفوهم كنشوفوا الضعف في البنيه التحتيه خلات مجموعه من الطرقات انها فوق ما طاحت يعني التساقطات المطريه، الا واننا كنشوفوا هذه الحاله الكارثيه في مجموعه من المدن ديال المملكه المغربيه العلويه الشريفه وخصوصا مدن الجنوب الشرقي.
فيما بينهم اقليم ميدلت واقليم تنغير واقليم ورزازات واقليم الرشيديه واقليم زاكورا. سي محمد عشا اللي كيقول لك من 2011 وهاد الطريق ما بغاوش يصوبوها، فين هاد المرشحين؟ واش ما قادينش يصوبوها؟ هذا هو الاشكال. راه ولينا كنقولوا الله يجيب المحسنين اللي غادي يقادوا لنا هاد البلاد هادي، لان مجموعه من المنتخبين ومجموعه من المسؤولين فقط انهم كيديروا كيجيبوا بعض المقاولين اللي كيضحكوا على الناس، وايضا كيضحكوا على مجموعه من الطرقات، وكنشوفوا فقط انها كطيح غير واحد شويه ديال الشتاء، ولو انها الحمد لله كانت يعني التساقطات المطريه اللي هي جد قويه. شفنا هذه الحالة اللي ولات كتعيشها يعني إقليم ميدلت وكذلك إقليم تنغير، واحد البنية التحتية اللي هي جد جد كارثية. حياك الله سي محمد على التعليقات ديالك الرائعه، وايضا سي مصطفى الايوبي تحياتي لكم جميعا يا رب العالمين من مراكش وشكرا. فاللي لكي يعلم الجميع انه يعني في مجموعه من الصعوبات اللي كنواجهوا، مجموعه من التحديات وكذلك تنواجهها، راح يعني الانسان باش انه يشد الطريق من مدينه يعني اللي كنشوفوها بانها ساحيه لا تمطر، ونجيو لواحد المنطقه اللي هي في الحقيقه الرعد وزخات لي هي مطارية اللي هي جد 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 قوية، ونغامر وكذلك بريوسنا باش نوريوكم ايضا الطرقات كيفاش دايرين في المغرب العميق، يعني في ايميل شيل ومجموعة من القرى اللي هي غادي نقدر نقول عليها بانها تعرضت لتهميش كبير لولا يعني السلطات المحلية ولولا يعني رجال الامن ورجال الدرك الملكي اللي كنشوفوهم انهم خدومين بمعنى الكلمة. طريق ديال قرامة الريصوبه وديال إيميلشي اللي هي قرية سياحية وفيها موسم جميل، وللأسف المرشحين كلهم في ضرب فلون. هذا هو الإشكال الكبير، إشكال كبير أننا كلنا كنعرفوا إيميلشي، حتى اللي ما زارش إيميلشي إلا هو أنه كيقول كيعرف بأن إيميلشي كيكون فيها واحد الموسم جميل وكذلك ومجموعة من النشاط وزيد وزيد، لكن للأسف الشديد هذا النشاط غادي نقدروا نقولوا بانه شاط في هذه المنطقه هذه. البنيه التحتيه اللي خصها تكون يعني قاده، ونشوفوا يعني السياحه جبليه جد رائعه في هذه المنطقه، لكن للاسف الشديد ان مرشحي ومنتخبي هذه المنطقه هذه يعني تكرفسوا على اقليم ميدلت وبالاخص ايضا ايميل شيل اللي من البارحه كان تبروري وكانت زخات مطرية قوية جعلت كل الطرق المؤدية إلى هذه القرية إلى هذه القيادة كلها مقطوعة وكلها جد جد خطيرة، فحذاري ثم حذاري، المرجو الحيطة والحذر لكل مستعملي الطريق المؤدية إلى إيميلشي سواء من تنغير سواء من أغبلية سخمان سواء من الريش، أنهم يردوا البال، وخصوصا إذا كانوا بغاو يشدوا الطريق يحاولوا ما أمكن أنهم يشدوها بالنهار، لأن بالليل ربما أنها تقدر توقع له شي كروفي يعني بالنسبة يعني بالنسبة للبرو ديال السيارة ديالو للرويضة، ويبقى حاصل لا شبكة ديال التغطية ديال الإنترنت، لا إنترنت، لا هاتف نقال يعني اللي غادي يقدر يخدم لك، ربما انك بعض البلايص كتلقى اتصالات يعني ولا انوي، ويبقى الانسان حاصل. فاكيد انها بلاد الفوسفات وبلاد جوج الحوره، ومازال هذه الغيبه وكثير من التجهل لهذه القريه. اكيد سي محمد وحياك الله وتبارك الله عليك، يعني من هنا بغينا مجموعه من التعليقات ديال ابناء المنطقه الابرار وابناء المنطقه اللي هما غيورين على المملكه المغربيه العربيه الشريفه، انهم يعطونا تعليقاتهم الرائعه حول هذه الكارثه والطامه اللي هي او سميها كارثه بكل المقاييس. واكيد متابعي قناه شوف تي في غادي يعني نشوفوا حتى المحصول بعض المزارع ديال التفاح اللي هي في الحقيقه تعرضت حتى هي للخساره، والفلاحين كاعين للاسف الشديد. فعذرا ثم عذرا
لهذه الرؤيه اللي هي في الحقيقه غادي نطلبوا الله ونقولوا الحمد لله على كل حال. لكن للاسف الشديد متابعي قناه شوف تي في، الفلاحه مشى لهم الحصول في ظل هذه الازمه ديال الجفاف، وايضا في ظل هذه التساقطات ديال اللي كانت يعني البارحه ديال التبروري، وكذلك زخات مطريه اللي هي جد جد قويه. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات. واكيد ان سي محمد اللي كيقول اقسم بالله العظيم كنشوف هذه القريه بحال هكا، كنتاسف بزاف بسبب عدم وجود مسؤولين او بسبب هذا الجهل. شحال من ولد البلاد ما قراش بسبب بعد المدارس، شحال من حد يعني شحال من واحد مات بعدم يعني وجود مجموعه من المستوصفات، مجموعه من المراكز الصحيه. للاسف الشديد اننا حادقين فقط غير في المهرجانات وفي الدعم اللي كيفوت يعني اكثر من 40 و50 و60 و100 مليون باش انه يكون واحد النشاط اللي هو كبير لاحياء المهرجانات. لكن معلاش لا ما نحيوش البنيه التحتيه ديالنا وتكون عندنا بنيه تحتيه اللي هي جد قويه، فما بالك بعض الطرقات اللي هي كيشدها واحد المقاول من الظرف اسبوع الا واننا كنشوفوا كارثه اللي هي وطامه اللي هي كبرى. السلام عليكم سي عمر، وحياك الله سي عمر وتبارك الله عليك، والشكر مجددا لرجال السلطه المحليه بقياده قائد المنطقه، وايضا لرجال نساء ورجال الدرك الملكي، وايضا كل المسؤولين والمنتخبين الغيورين على المنطقه. لكن للاسف الشديد كون كان شي مسؤول او المنتخب غيور على المنطقه كون شفنا على الاقل ان هذه الطريقه اللي هي وسط هذه القريه الصغيره انها مقاده. لكن انتم كتشوفوا للاسف الشديد رجال السلطه المحليه هما اللي قايمين بالواجب الكبير باش انهم يسهلوا ماموريات مستعملي الطريق ويحاولوا ما امكن السيارات وحافلات وشاحنات اللي غادي يقدروا يدوزوا من هنا يدوزوا هما لهما على الاقل يعني محيده عليهم الصعاب، باش اننا نشوفوا منتخبين رئيس جماعه ولا نشوفوا منتخبين ديال المنطقه هما اللي واقفين ويقولوا ويقولوا الكلمه ديالهم. هنا كنشوفوهم غايبين غياب تام لمنتخبي ومسؤولي هذا الاقليم وخصوصا قريه ايميلشي. حياكم الله متابعي قناه شوف تي في، واكيد نراكم في بث اخر وموضوع اخر باذن الرحمن، وستستمر تغطيتنا في هذا الاقليم، اقليم ميدلت وايضا اقليم تنغير واقليم ورزازات. حياكم الله، وان شاء الله اكيد الى بث اخر وموضوع اخر باذن الرحمن. هما كنشوفوا يعني قايد من القياد الشباب متابعي قناه شوف تي في اللي هو عاد حط الرحال في ايميل شيل، لكن سيتحدى ان شاء الله الصعاب بهذه المنطقه اللي هي انيقه بساكنتها، لكن خزي وعار لمسؤولي ومنتخبي هذه المنطقه. دائما يبقى شعار الخالد والابدي الله الوطن الملك، ولا عزاء للحاقدين والمنافقين والنمامين وجيران السوء وناهب المال العام من مسؤولين ومنتخبين غير شرفاء للمملكه المغربيه العلويه الشريفه.